وحدات حماية الشعب الكردية تواصل حملتها ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية لتحرير عدد من القرى والبلدات شمال شرق سوريا. وقد قتل أزيد من 130 عنصرا من التنظيم منذ السبت الماضي في الحسكة. الوحدات تدعمها طائرات التحالف الدولي في شن الهجمات في محيط منطقة تل تمر شمال الحسكة. وتأتي هذه الحملة بعد أن أحرزت الوحدات تقدما في عين العرب كوباني الشهر الماضي بدعم جوي أمريكي. الإرهابيون هناك في غيبش يهاجموننا بالسيارات المفخخة، ونحن أقوياء واليبقى والشعب يتصدى لهم وسننتصر. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية على 70 قرية بعد هجومها الأخير على مستوى محافظتي الرقة والحسكة شمال شرق البلاد. ويحاول كلا الطرفان السيطرة على شمال شرق البلاد لأن المناطق استراتيجية وقريبة من تركيا والعراق. ويبقى التأكد من هذه المعلومات أمرا صعبا في غياب وسائل الإعلام الموجودة هناك.